يا مرحبا مشاهدين برنامج نفانيف، اكيد بكل حلقاتنا تكون كلش حلوه. اليوم ضامتكم الفقره تجنن بخصوص الشعر، كل بنوته تحب تصبغ شعرها وتغير الالوان. خليكم وياي، خلي نشوف شنو اللون اللي راح اسوي نهايه الحلقه، وابقوا وياي خلي نشوف معلومات اكثر وتفاصيل من خبير الشعر. خليكم وياي. وهسه اول خطوه اللي راح نسويها، راح اختار شنو اللون اللي راح اصبغه. مثل ما تشوفون لون شعري كلش جارد وصاير اكثر من لون، فراح ما اقول لكم شنو اللون اللي راح اختاره، بس نخليه اخر شيء. وهسه راح اختار اللون، طبعا مثل ما تشوفون لون شعري كلش جارد وصاير اكثر من لون، طبعا بسبب الشسوار والماي وهيك، فلازم اللون يجرد. هسه خلينا انا وياكم ناخذ اكثر التفاصيل ومعلومات وشو اللون اللي والم شعري ويا الكوافير احمد. اهلا وسهلا فيكم برنامج نفانيف، معكم الكوافير احمد اللبناني من مركز جولدن. اليوم راح نغير لون شعر استبرق، راح اخلي لكم لون مفاجاه بالاخير. هلا اول شيء راح نصبغ جزر، بعدين نمد على كل الشعر ونصبغ كل الشعر. هلا مرحلة الغسيل، نغسل الشعر، بنرجع نضيف على الشعر التونر الخاص. هلا راح نخلي المعالج الكافيار، هذا بنعم الشعر، بيعطيها لمعة، بغلف الشعرة، بخفف من الكفشة. هذا جهاز البابار يعطي حرارة للشعر، خصوصا إذا كنت خلى معالج عمود الشعر تشرب المادة، هيك بنفس الوقت تتعالج الشعرة. هلا احنا ندرج الشعر شوي من قدام من دون ما نقصر الشعر، يعني على طوله، ونشيل الاطراف.
هلا هلف الشعر واقي على العريض تنشوف اللون النتيجة النهائية. طبعا نسوي على الويف العريض كرمال لا يقصر الشعر يبقى على طوله. هلا كملنا وهيدي اللون مثل ما شايفين اللمعة ومن بعد المعالج الكافيار. وهسه قولوا لي شنو رايكم باللون؟ طبعا اللون كلش حلو وحد لي لون الشعر مثل ما كان شعري قبل لا اصبغه كان اكثر من لون، بس هسه وحد لي اللون وانصح كل بنوته تختار الكوافير او الكوافيره اللي شاطرين بالشعر اهم شيء، لان الشعر كلش ضروري. طبعا والمعالج كلش حبيته وهم لازم كل اسبوع كل فتره حسب الكوافير انه يعطيكم المعلومه ايش قد تسوون شعركم، لان كل بنوته وشعرها، اكو بها دهني، اكو جاف، اكو مختلط، اكو حتى شعرها تعبان، اكو حتى شعرها ما تعبان، فلازم تختارين الكوافير صح حتى ينطيك النصائح مثل ما اني انطاني النصائح احمد وراح التزم عليها. طبعا ان شاء الله استمتعتوا بالفقره وضمت لكم فقراتهم بعد احلى، واكيد وصلنا الى ختام فقرتنا لهذا اليوم، ان شاء الله استمتعتوا بها، الى اللقاء.